في البداية أعرفك بنفسي، اسمي أحمد العربي وشهرتي كيمو، وكل اللي نفسي فيه يا ريس حياتي ترجع لقديمه. أصل أنا مشكلتي مش خطيرة، المشكلة إن اللي عندهم نفس مشكلتي أعدادهم كتيرة. عشان ما طولش عليك، أمي بتسلم عليك وبتقولك دواء القلب مش لاقيه في الصيدليات، وعلاج السكر والضغط غلي تاني يا ريس في شهر 7 اللي فات، والمستشفيات دكاترتها امتياز ومعندهاش خبرات، وعشان تحجز عمليات تاخد ميعاد بعد سنة من كتر الطلبات، وستي يا ريس جالها جلطة وكانت لازم تتحط تحت الملاحظة. بنسأل التمريض على غرفة إنعاش، قالوا لنا للأسف ما عندناش سراير فاضية من المبلاش، واللحمة تقريبا يا ريس بقينا ما بناكلهاش. مش عشان هي غالية سعادتك، لا، عشان احنا ما بنحبهاش. وأسعار الفراخ والفاكهة والدروس والغموس والكهرباء والغاز والمية والإيجار والخضار والبطاطس والبصل والجزر خلت ظهرنا اتكسر، والشحن بتاعنا خلاص فصل، وجيوبنا والله يا ريس بالاسكندراني بتتعصر، ومحدش من الناس فاهم هو ايه اللي حصل. بس انا كمان يا ريس ظروفي بقت اصعب وفي خطر يا ريس، طلبات البيوت عامله زي الحوت فاتحه بقها طول النهار ومستنيه القوت. وبالنسبه لفرحه زمان تقريبا قربت تموت، عندي 3 عيال عشان اكفيهم بنحت في الجبال، ما احنا يا ريس مالناش في الناحيه الشمال وعايزينها لقمه حلال. ده حتى اهل الشمال وبعض رجال الاعمال بقوا يشتكوا من ضيقه الحال، الاسعار سعادتك كل يوم بتزيد، واللي معانا ما بقاش على قد الايد. يا ريس انا كل مشاكلي بقت قدام عيالي في وضعي وشكلي، المرتبات والمعاشات واليوميات محتاجه الاعلام بتاعنا يعمل عنها حلقات وحلقات. تصدق بالله يا ريس انا اعرف رجاله بشنبات قاعده في البيوت من كتر التفكير في الديون، والله العظيم هتموت. كل اللي بنتمناه من سعادتك في خلال ايام، ويا سلام لو في خلال ساعات مش سنوات، انك تلحقنا قبل ما هنبقى في عداد الاموات بسبب الغلا وضغوط الحياه اللي بقت محوطانه من جميع الاتجاهات.